ان شاء الله دلوقتي هنكمل بقى على الجزء اللي احنا وقفنا عنه. يبقى احنا كنا عرفنا يعني ايه جوين، تمام، عرفنا يعني ايه ممبر، وعرفنا يعني ايه تراس، هو تراس بيبدا من فين وينتهي فين، ويعني ايه الكولم وبدايته ونهايته. وبعد كده احنا بقى شغلنا على التراس يا عم الحاج. ايه بقى شغلنا في التراس؟ عرفنا يعني ايه جوين، ماشي، وعرفنا يعني ايه تراس ممبر، ماشي، وعرفنا ان التراس ده عباره عن مجموعه عناصر. ومجموعه العناصر دي يا باشمهندس اسمها ابر كورد، او ممكن تبقى لور كورد، او ممكن تبقى فيرتيكال ممبر او دايجونال ممبر. جميل. الداشات اللي مرسومه في التراس ديت اللي هي الخطوط الداش اللي حضرتك شايفها في التراس، اللي هي دي يعني خطوط الداش دي كان ليها اسم كده، واحنا بنعمل ليه اول عرفناها اسمها ايه؟ لونجيتيودنال بريسنج. وكان ليها شويه فوائد مهمه جدا اللونجيتيودنال بريسنج، او احيانا في ناس بتقول عليها اسمها ترانسفيرس بريسنج. واحنا قلنا اصلا انواع البريسنج ثلاثه، لونجيتيودنال بريسنج، وده نوع بيستخدم لو المين سيستم تراس بس، ده ما بيظهرش مع الفريم يا شباب. حلو. في نوع تاني من انواع البريسنج، وده نوع مهم جدا، اسمه الهوريزونتال بريسنج والفيرتيكال بريسنج. الهوريزونتال والفيرتيكال بيتعملوا لو المين سيستم تراس او فريم، ولكن اللونجيتيودنال بريسنج وهو النوع اللي بيظهر معانا ده في الرسم ده، ده لا يستخدم الا لو المين سيستم تراس. فائدته ايه يا عم الحاج؟ ليه 3 فوائد. اول حاجه، هو بيستخدم علشان يجعل التراس او يخلي التراس ده يشتغل مع التراس اللي بعده كحاجه اسمها سبيس ستراكشر او سبيس تراس. يعني ايه؟ يعني بيخلي التراس ده مع التراس اللي بعده يشتغل كسبيس ستراكشر او سبيس تراس. بيزود الاستابيليتي بتاع المنشأ. كلام جميل، ده الفائده الثانيه. الفائده الثالثه المهمه جدا جدا جدا، ودي هتظهر معانا النهارده، اللي هو بيقلل الباكلينج لينث لعناصر التراس. اقول تاني، هو ايه فايده اللونجيتيودنال بريسنج دي؟ ليها 3 فوائد. رقم واحد، بتجعل التراس يعمل مع التراس اللي بعده كسبيس ستراكشر او سبيس تراس. رقم اثنين، بتحول التراس من 2 دي ل 3 دي. حلو قوي. لو قلت الكلمه دي للدكتور في الشفوي، ان هي بتحول التراس من 2 دي ل 3 دي. النقطه الثانيه، ان هي بتزود الاستابيليتي للمنشا. الثالثه، ان هي بتقلل الباكلينج لينث لعناصر. جميل. تعالى بقى يا عم، يلا نتحرك ونروح نفهم كمان شويه حاجات. هو احنا قلنا ان عناصر التراس دي عباره عن ايه؟ هي عباره عن تنشن ممبر او كومبريشن ممبر. ليه يا عم؟ ما احنا قلنا ان انت لما تيجي تحمل التراس بتحمله باحمال عند اماكن الجوينتس، صح؟ فلما بنيجي نحله على الساب، فبنلاقي ان الساب بيطلع علينا النورمال، بيطلع علينا الاسترنج اكشن في عناصر التراس ايه؟ نورمال، صح؟ النورمال دي قد تكون ايه وايه؟ قد تكون موجب وقد تكون سالب. يعني ايه؟ يعني ممكن تبقى شد وممكن تبقى ضغط. يعني اي عنصر من العناصر دي، من دول تقريبا كام؟ هتلاقي دول 12 فوق و12 تحت، 24، 24 و12 دياجونال، هتلاقي كده كام؟ 12 و12 36، و12 فيرتيكال 48 تقريبا. كام؟ 48. 48 عنصر. يعني التراس ده فيه 48 ممبر. حلو. ال 48 دول فيهم عناصر هتطلع موجبه وعناصر القوه فيها هتطلع سالبه، يعني فيهم عناصر شد وفيهم عناصر ضغط. فخد بالك يا عم الحاج، اصلا التراس ده هو عباره عن تنشن ممبر وكمبريشن ممبر، يعني عناصر فيها شد وعناصر فيها ضغط. هيبقى مطلوب من سيادتك، وفي على فكره يا شباب حته حلوه قوي عايزك تاخد بالك منها، هي مش موجوده في التراس اللي قدامك دي. وانت كنت بتحل التراس في اولى مدني كان بيظهر معاك نوع ثالث من العناصر. ما هو العناصر في التراس يا شباب يا اما تنشن يا اما كومبريشن يا اما نوع ثالث. لو حد عارفه بقى يبقى يكتبه لي، من الناس اللي حاضره دلوقتي ممكن تكتبه في الشات، من الناس اللي مش حاضره تبقى انت بقى تعرفه لوحدك. يا اما العنصر يبقى تنشن، يا اما يبقى كومبريشن، يا اما يبقى حاجه ثالثه. الحاجه الثالثه دي بقى حضرتك لو جاوبتني عليها في الشات دلوقتي هيبقى ليك درجتين. ما جو الناس اللي لما تسمع الفيديو تبقى تبعت لي على الواتس على طول، هديك برضو الدرجه. خلاص كده؟ طيب حضرتك يا باشمهندس هتطلع القوه في العناصر بتاعه التراس بتاع حضرتك. قوه في عناصر التراس دي يا باشمهندس، بعد ما نطلعها حضرتك بقى عايز تعمل ديزاين للعنصر بتاعك. طب لما تعمل ديزاين للعنصر بتاعك يا باشمهندس، فحضرتك العنصر بتاعك ده هتعمل تصميم يا تنشن ممبر يا اما كومبريشن ممبر. طب كويس جدا يا باشمهندس. فالعنصر بتاعك يا تنشن ممبر يا اما ان العناصر بتاعتك كومبريشن ممبر. علشان كده حضراتكم بقالكم اسبوع تقريبا او اسبوعين بتاخدوا ديزاين تنشن ممبر، وخدتوا تقريبا او لسه هتاخدوا ديزاين كومبريشن ممبر. يبقى في ديزاين تنشن وديزاين كومبريشن ممبر يا شباب.
دول كده تصميم العناصر. حلو، تعالى بقى ننزل يا باشمهندس ونبدا نكمل بقى ونفهم مع بعض ده الكلام اللي انا عايز اقول لك عليه. مهندس، عايز اخدك ونروح دلوقتي الحاجه الاول مهمه شويه، وهي شكل التراس ده بيبقى ازاي في الطبيعه بقى يا عم. هو التراس ده انت قلت لنا ابر كورد ولور كورد وفيرتيكال وداري. على فكره خدوا بالكم ان التراس ده اصلا العناصر بتاعته دي، اي عنصر في التراس بيبقى ليه شكل من 3 اشكال، بيتعمل حاجه من 3، يا اما يبقى انجل واحده بس زي ما حضرتك شايف كده، يا اما يبقى تو انجل باك تو باك يعني زاويتين بس ظهرهم لبعض زي ما حضرتك شايف، يا اما العنصر يبقى زاويتين راسهم في راس بعض كده، يبقى حاجه اسمها ستار شيب. هقول تاني، انت عرفت معلومه، عرفت ان ابر ولور وفيرتيكال ده اي عنصر في ال 48 عنصر اللي انت شايفهم دول يا شباب، اي عنصر في ال 48 عنصر اللي حضرتك شايفهم دول كده، اي عنصر في ال 48 بيبقى ليه شكل من 3 اشكال، يا اما وان انجل يعني زاويه واحده، يعني العنصر ده يتعمل زاويه، او العنصر ده ممكن يتعمل اثنين، او العنصر ده يتعمل اثنين بس شكل ثاني، اثنين ظهرهم لبعض اسمهم باك تو باك يعني تو انجل باك تو باك، او تو انجل يتعملوا راسهم لبعض، فده يبقى اسمه ستار شيب. حلو، ده كده يا شباب بالنسبه لموضوع هي اشكال العناصر بتبقى ايه. يبقى العناصر ليها اسماء يا شباب، ابر لور فيرتيكال داون. العناصر يا رجاله ليها شكل او ليها ايه، خلي بالك بقى الجمله اللي انا هقولها دي وركز فيها، ليها كروس سيكشن. كروس سيكشن يعني ليها قطاع، قطاع التراس يا شباب، قطاع العناصر في التراس بيبقى حاجه من 3، يا وان انجل يا تو انجل يا اما ستار شيب. طب جميل رجاله، الابر كورد واللور كورد دول لازم يتعملوا تو انجل باك تو باك، خلي بالك ان في احتمال من 3، يعني اي عنصر هنا ليه احتمال من 3، يعني يا تو انجل يا باك يا ستار شيب. ركز في اللي انا هقوله، لو ابر او لور انت حضرتك ما عندكش اختيار، لازم يبقى تو انجل باك تو باك، يعني الابر واللور دول ما ينفع يتعملوا وان انجل، لا ينفع يتعملوا ستار شيب، لا ينفع يتعملوا تو انجل باك تو باك، هم ما ينفعوش يتعملوا الا تو انجل باك تو باك. ماشي، طب باقي عندي مين؟ باقي عندي الفيرتيكال والدياجونال دول يا رجاله. الفيرتيكال والدياجونال دول ممكن بقى يتعملوا وان انجل او تو انجل او ستار شيب. باش مهندس، في كام احتمال لاشكال القطاعات او للقطاعات في عناصر التراس؟ 3، وان انجل تو انجل ستار شيب، الابر واللور ما عنديش اختيار، هم ما ينفعش يتعملوا غير تو انجل باك تو باك، الفيرتيكال والدياجونال هم اللي بيقبلوا، هم اللي بيقبلوا ان حضرتك تغير، هم اللي بيقبلوا الاختيار يا وان انجل يا تو انجل يا ستار شيب. هتنقل مع حضرتك بعد كده واروح لي بقى للحاجه المهمه جدا جدا جدا. مهندس، انت قلت لنا دلوقتي كلمتنا شويه عن ان التراس ده عناصر وجوينت، بس انا عايزك بقى تطلع ان الجوينت دي اصلا بيتعمل عندها رجاله حاجه اسمها كونكشن، ما هي دي جوينت اهي. اه باشمهندس، العناصر دي بتلتقي مع بعض هنا، انت قلت لنا ان ده ممبر اهو وده جوينت. باشمهندس ده ممبر، بص كده، ممبر واحد اثنين ثلاثه اربعه، الاربع عناصر دول يا عم محمد دلوقتي بيلتقوا مع بعض في نقطه هنا كده، النقطه دي انت سميتها لنا جوينت. اه بس خد بالك الجوينت دي انت بتربطهم ازاي هنا، فهنا يا رجاله عند الجوينت دي ركز، بتساوي ايه؟ بتساوي كونكشن. الجوينت ده رجاله بتساوي ايه؟ هي اسمها كونكشن اصلا، احنا بنعمل عندها كونكشن واصله. الكونكشن ده رجاله اللي هو تربيطه العناصر دي مع بعضها هنا، بنربطهم في كونكشن. تعالى نعرف اصلا، يبقى احنا عرفنا شويه عن العناصر، ما تيجي بقى يا عم نروح يلا لمين هو اللي هيوضح لنا الليله دي؟ الراجل ده، الموديل ده بقى يسهل علينا شويه من الكلام اللي انت عمال تقوله ده. ايه يا عم بقى الموديل ده؟ اطرص هو يا رجاله، تعالى بقى نفهم شويه. بصوا كده، ده المين سيستم اهو، ده مين سيستم، بس انا عامله هنا، انا طبعا مش مكمل المنشأ علشان تبقى انت موضح قدامي. اللي ظاهر قدامكم دلوقتي موديل تيكل، صح؟ اتمنى في حد بس ياكد لي بسرعه، الموديل التكله هو اللي ظهر صح؟ حد يقول اوكي بس. ماشي تمام، اعتقد حد تمام. حضرتك يا باشمهندس دلوقتي ظهر قدام سيادتك موديل تكله. موديل التكله ده بيوضح ان المين سيستم ده تراس مش فري. ماشي، حاطين كل مسافه اس. اه باشمهندس، ورينا بقى التراس ده كده، وورينا كده التراس ده عباره عن ايه، والعناصر بتاعته شكلها ايه في الطبيعه والكلام ده كله. ماشي يا عم، على كده بقى ايه، نظبط الدنيا كده شويه ونشوف بقى ايه التراس بتاعنا وندرس تراس لوحده بس.
التراس الصوري الجاري اللي ظهر قدامك على الجنبين دول الاعمده. مش احنا من شويه قلت لك العمود بيبدا من الاول للاخر؟ اه اهو. مش انا قلت لك ان التراس بتاع حضرتك بيبقى مجموعه عناصر اهو، في عناصر ابر كورد بص كده اللي فوق دول اسمهم ايه؟ ابر، صح؟ ومش من شويه انا قلت لك خلي بالك ان ده ممبر وده ممبر، كل واحد ممبر، اللي فوق اللي هما باللون اللبن دول يا شباب دول الابر، واللي تحت دول اللور، واللي باللون الازرق دول الدياجونال، واللي باللون الاحمر دول الفرتك. ماشي يا عم، تعالى بقى يا عم ورينا كده بعد اذنك يعني لو سمحت، هو الكونكشن ده عباره عن ايه بقى؟ انت لسه قايلنا جمله كده اسمها كونكشن. اه ايوه لسه قايل لك جمله اسمها الكونكشن. مش احنا قلنا المنبر واحد اثنين ثلاثة أربعة، مش دول أربع عناصر؟ أيوة يا عم، الأربع عناصر دول يا عم الحاج ارتبطوا هنا إزاي؟ بكونكشن. طيب قبل ما أوريك بس الكونكشن، معلش أنا آسف، هوريك شكل العناصر برضه. هو أنت لسه قايل لنا يا باشمهندس وان أنجل وتو أنجل وستار شيب كده، وقلت لنا كلام إحنا مش فاهمينه الأول، ما تورينا كده. أنت قلت لنا إن الأبر واللور لازم يتعملوا تو أنجل باك تو باك. بص بيتعمل تو أنجل باك تو باك إزاي؟ تعال نشوف كده ونتفرج يلا مع بعض أهو. بص يا عم الحاج، ادي زاويتين اهم، ادي زاويه وادي زاويه ثانيه اهم، زاويتين باك تو باك ظهرهم لبعض. لكن بص بقى يا عم الحاج، اللي ممكن العنصر ده يتعمل وان انجل بس، يعني بص كده هنا لو جيت تبص، طبعا انا قلت لك ان الابر واللور ما ينفعش يتعملوا ايه؟ الابر واللور ما ينفعش يتعملوا غير تو انجل باك تو باك، انما الفيرتيكال والدياجونال بص ادي عنصر فيرتيكال وان انجل اهو، ده زاويه واحده، انما بص ده فيرتيكال بس ده زاويتين باك تو باك. انا اسف، ده دياجونال زاويه واحده، ده دياجونال زاويه واحده، ده دياجونال زاويتين يا رجال اهو. طيب بص للفيرتيكال اللي باللون الاحمر ده، ايه زاويه ولا اتنين؟ ده زاويتين باك تو باك. طب بص لي بعد اذنك للعنصر ده كده، ده زاويه ولا اتنين؟ الفيرتيكال ده زاويه واحده وان انجل. طب بص لي بقى للمنبر ده ونشوف بقى مين الشاطر اللي هيعرف المنبر ده ايه يا شباب، اللي انا هلف لك حواليه دلوقتي، اللي هو ده اللي انا واقف عنده، اللي انا مكبر لك عليه الشاشه ده. طب شيء ايه ده؟ يعني يا باشمهندس الابر، كل الابر دول تو انجل باك تو باك، وكل اللور تو انجل باك تو باك، ما ينفعش يتغيروا خالص، ما ينفعش نعمل للابر ده وان انجل ولا يتعمل ستار شيب، وكذلك للور. امال مين اللي ينفع بقى تغير فيه؟ الفيرتيكال او الدياجونال. عشان كده بص يعني ده دياجونال زاويه، ده وان انجل اهو، وده دياجونال تو انجل باك تو باك، وده كده يا باشمهندس فيرتيكال تو انجل اهو، وده فيرتيكال تو انجل، وده فيرتيكال وان انجل، وده فيرتيكال ستار شيب. وده بقى انا عايزك تاخد بالك من موضوع الستار شيب ده، وانس احنا مش متخيلين قوي موضوع الستار شيب ده. تعالى يا عم كمان نعمل لك قطع بسيط كده وتفهم معانا ايه بقى يا عم الحاج موضوع الفيرتيكال ستار شيب ده بعد اذنك اهو. تعالى كده يا سيدي ناخد قطع يلا كده بعد اذنك هنا، ورينا يا عم يلا بعد اذنك كده، انزل لنا شويه كده عشان نتفرج على موضوع الستار شيب ده كويس اهو. ما تورينا كده يا عم هنا، تعالى نلف كده حوالين النقطة دي ونشوف بقى الستار شيب بيبقى ازاي اهو. انا بس كده عامل قطع اهو، ده الستار شيب يا شباب اهو. بص ادي الزاوية واحدة، ده دياجونال اهو زاوية واحدة، ده ستار شيب زاويتين، مش شايفينهم قوي اهو. حاول تتخيل، لانك هو اصلا الستيل لو انت فهمت الليلة، لو انت اللي انت بتشوفه ده، انا قلت لك انا مش هدخل معاك في التنشن النهارده خالص، بس خد بالك انا مش بخلص لك التنشن بس، انا بخلص لك الميد ترم كله النهارده. يعني انت لو مركز في النص ساعة دي زي ما قلت لك من الاول، انت خلاص كده شكرا يا عم، انت كده هتفهم ستيل لحد الميد ترم، وبعد الميد ترم زوم زي ده كده هتخلص ستيل خالص. بس المهم انك تبقى عندك التخيل. ادي ستار شيب اهو، هو بيبقى شكله ازاي اهو؟ بص كده، ده فيرتيكال وان انجل حلو، بص ده فيرتيكال تو انجل، بص التو انجل باك تو باك اهو، زاويتين مع بعض ظهرهم لبعض، بص ده وان انجل اهو. طب الاخير ده ايه؟ ستار شيب. عرفنا خلاص يا عم، هنرجع مره ثانيه بقى يا رجاله للتراس بتاعنا ونفهم كده. احنا عرفنا المنبر اه، وعرفنا ان بص كل حاجه ده منبر واحد. باش مهندس ما ترجع لي بقى وريني كده لو سمحت، انت قلت لنا ان ده عنصر اهو، وبعدين قلت لنا ان ده عنصر، وبعدين قلت لنا ان ده عنصر وده عنصر، فسالناك هو انت هتربط الناس دي ازاي؟ فانت قمت قايل لنا يا عم ما احنا هنعمل حاجه اسمها كونكشن، هي دي النقطه يا باشمهندس اللي كنا بنسميها جوينت. ايوه ما هي دي الجوينت، دي الجوينت يا باشمهندس، بس الجوينت دي بتتم ازاي؟ بكونكشن بقى. ايه بقى يا عم موضوع كونكشن؟ خد بالك يا باشمهندس اصلا ان اي منشأ في الدنيا سواء ستيل او خرسانه هو عباره عن حاجتين اتنين، عباره عن مجموعه عناصر. وخلينا بقى في الستيل دلوقتي، اي منشأ ستيل يا شباب في الدنيا دي هيقابلك ان شاء الله حتى بعد ما تيجي تشتغل فيه بره،
هو الراجل هيقول لك انت بتصمم حاجتين اتنين بس، بتصمم عناصر، والعناصر دي في نقط اتصال ما بينها اللي هي وصلات، يعني اللي هي بنسميها ممبر وكونكشن بس. حضرتك يا باشمهندس لستيل حاجتين ديزاين، بنعمل ديزاين لحاجتين، بنعمل ديزاين للممبر للعناصر، وبنعمل ديزاين للكونكشن. يبقى لو انا جيت اقول لك يا باشمهندس، سالتك هو انت يا ابني انت بتصمم التراس هتصمم ايه؟ هتقول لي يا باشمهندس والله انا هصمم حاجتين، هصمم العناصر بتاعت التراس سواء كانت العناصر الابر او اللور او الفيرتيكال او الدياجونال، ده الجزء رقم واحد في التصميم. هقول لك طب امال في حاجه تانيه؟ هتقول لي ايه؟ هتقول لي والله يا باشمهندس انا هصمم الوصلات في التراس. اقول لك يعني ايه الوصلات؟ هتقول لي والله الوصلات ديت اللي هي بتوصل العناصر ببعضها، اللي هي نقط اتصال العناصر مع بعض. ماشي. الوصلات دي يا شباب اللي هي بتتم ازاي بقى؟ الواسطه دي حضرتك شايف في حاجه باللون الجراي، اللون الرمادي ظهر قدامك. اه شايفينها، اللي هي اللي انا هخليها لك تنور دي. ايه دي بقى يا عم دي؟ دي يا عم الحاج حاجه اسمها جاسيت بليت. هتسمع مني بعد كده كتير وهتسمع من الدكتور كتير جدا حاجه كلمه اسمها جاسيت بليت. الجاسيت بليت ده يا شباب بيبقى بليت كده محطوط اهو، وده اسمه بليت تجميع، ده اللي بنجمع عليه العناصر كلها. لو انت مركز كويس جدا هتلاقي ان الممبر ده اللي هو على اليمين ده اللبن اللي تحت، والتاني اللي على الشمال ده رجاله، العنصرين دول كده مش متصلين مع بعض اتصال مباشر، ولا هتلاقي الفيرتيكال متصل مع حاجه اتصال مباشر، ولا الدياجونال. ايه ده يعني كل عنصر ما فيش اتصال ما بينه وبين اخوه؟ لا احنا بنجيب بليت من بره عامل مشترك نجمع عليه العناصر دي، اسمه ايه؟ اسمه جاسيت بليت. وبعدين تقوم جاي بقى مربط كل عنصر في الجاسيت بليت ده بمسامير، ممكن يبقوا اتنين مسمارين او ثلاثه او اربعه على حسب، يعني على فكره مش شرط ان هم يبقوا مسمارين، ممكن تحتاج 3 مسامير وممكن تحتاج 4 مسامير وممكن تحتاج 6 مسامير انت ورزقك يعني. طيب دي حاجه. يبقى انت الكونكشن دي اسمها ايه بقى يا عم؟ الكونكشن دي جبنا جاسيت بليت وجبنا مسامير، عشان نعمل الوصله دي استخدمنا حاجتين، مسامير وبليت. فدي الكونكشن اسمها يا شباب وركز اسمها بولتد كونكشن. طيب هو انت بس مبدئي ما بينفعش يا باشمهندس نعمل الا بولتد كونكشن؟ لك لا يا عم، انت ممكن تعمل الكونكشن دي، وعايزكم بقى تاخدوا بالكم كويس قوي 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 من اللي انا هوريها لك دي. في ممكن الكونكشن في التراس يا رجاله تتعمل حاجه تانيه. تتعمل ايه يا عم؟ ممكن تتعمل ويلدد كونكشن. ايه ده؟ يعني ايه؟ هو ايه الفرق بين دي هنا وهنا؟ هنا جبنا الجاسيت بليت وربطنا العناصر فيه بمسامير فسميناها بولتد كونكشن. فالبولتد كونكشن هي عباره عن جاسيت بليت زائد مسامير. ماشي. طب والامال اللي وراها على طول هي نفس التراس، بس انا بدل ما عملتها بولتد غيرتها الويلدد. انا عملت ايه؟ انا جبت الجاسيت بليت برضو، بس بدل ما اربط العناصر فيه بمسامير ربطتها فيه بايه؟ بالحمام. ما انت عارف ان الستيل ينفع يتلحم صح؟ فانا لحمت العناصر في الجاسيت بليت بدل ما اربط العناصر في الجاسيت بليت بالمسامير. دي الخلاصه. دي اسمها ايه بقى يا عم؟ انت دي سميناها ويلدد، انا اسف سميناها بولتد. يبقى دي اسمها ايه اللي انا غلطت فيها بقى؟ اسمها ويلدد كونكشن. فدي اسمها ويلدد كونكشن. اسالك ايه الويلدد كونكشن دي؟ تقول لي والله احنا بنجيب جاسيت بليت ونلحم عليه العناصر. يعني من الاخر علشان تعمل كونكشن في التراس لازم تجيب جاسيت بليت. لو الجاسيت بليت العناصر اتربطت فيه بمسامير يبقى حضرتك دي بولتد كونكشن، لو الجاسيت بليت العناصر اتربطت فيه بالحام يبقى دي اسمها ويلدد كونكشن. دي المعلومة التانية يا رجالة، ودي طبعا المعلومة الخطيرة جدا. فهمت وشفت معايا دلوقتي في التكلة يعني ايه عناصر تراس، يعني ايه كولم، يعني ايه كونكشن، البولتد يعني ايه، والولدد يعني ايه. عرفتك يا باشمهندس ان التراس بيبقى العناصر القوة اللي فيها تنشن او كومبريشن ممبر، عرفتك الوصلات في التراس يا شباب قد تكون بولتد وقد تكون ويلدد كونكشن. وعايزك تاخد بالك بقى من حاجه برضو معلش قبل ما نطلع من هنا، وباكد للمره الثالثه النهارده دلوقتي في خلال شرحي لحضرتك، لو حضرتك مش عارف وفي دماغك ان انا قاعد بتكلم بس هتبقى حضرتك هتزعل معايا بعد شويه في الديزاين. لو انت مركز في كل حرف، شوف انا مش بقول لك في كل كده، كل حرف بقوله معاك صدقني انت مش محتاجني في الديزاين خالص. يعني ان شاء الله الميتنج بتاع بكره باذن واحد احد يا شباب هتبقى انت مش محتاج اي حاجه انا بقولها. تاني انا بقى هديك نبذه بسيطه كده، هو المسامير يا باشمهندس في دماغك انت، يعني لو انا عايز اربط حاجه في حاجه بمسامير فلازم هعمل فتحه صح؟ يعني لازم هعمل ثقب في الممبر وفي الجاسيت بليت علشان اقدر ادخل المسمار واربط.
انما اللحام ده محتاج اعمل فتحه عشان الحم؟ لا. يعني الكلام انت عايز تقول ايه يا باشمهندس؟ انا عايز اقول لك خلي بالك ان البلطب بناكل من الجسم الحاجه صح؟ لازم نعمل فتح، بتقلل الكروس سيكشن بتاع الحاجه، او بتقلل، انت بتعمل فتحه يبقى انت بتقلل في المساحه او بتقلل في القطاع. انما الويلدد انت بتقلل في القطاع؟ قال لك لا. يعني دي ميزه للويلدد. اه ميزه طبعا. اصل انت هتسالني هو احنا نعملها بولت احسن ولا ويلدد؟ انا مش هجاوبك على السؤال ده النهارده، بس انت هتلاقيني بقول لك فكره كده، برمي لك فكره خد بالك منها. هنا ما احتاجناش نعمل فتحه علشان نربط، لان احنا هنا بنلحم على طول، طبعا اللحام مش عايز فتحات. انما في البولت ده رجاله حضرتك هتحتاج تعمل فتحه عشان تدخل فيها المسمار، يبقى انت هتاكل من جسم الايه؟ من جسم الممبر. دي بس معلومه لحضرتك، خدها واركنها على جنب. تعالى نرجع بقى يا عم لشغلنا. وفي هنا بقى ده الجزء كله اللي انا شرحه، في هنا حته كده هبقى ارجع لها في نهايه السكشن النهارده. ولكن يا شباب معلومه جانبيه شويه بقى من ضمن تجميع المعلومات اللي انا بقوله لك ده كله، وناخد بالنا باش مهندس. نعم احنا هندخل على الستيب، هندخل على الستيب، هنرسم المنبر بتاعنا، هنرسم، انا اسف، المين سيستم، هنرسم المين سيستم بتاعنا. ولما نرسم المين سيستم هندخل الاحمال، ماشي. ولما ندخل الاحمال بتاعنا على التراس دي اللي هي في كام حمل عندنا؟ ثلاثه. هتقول لي يا عم ما انا عندي ديد لود ولايف لود وين؟ اقول لك لا يا عم هم اربعه. ازاي يا سيدي؟ تقول لي والله، هقول لك والله في ديد ولايف. الويند دي حاجتين، الويند ممكن تبقى من اليمين صح؟ فتبقى ويند رايت صح؟ او ممكن تبقى من الشمال فتبقى ويند ليفت. ماشي يا عم. يعني انت عايز تقول ان في كام حمل هيدخلوا؟ اربعه، ديد لود لايف لود ويند ليفت ويند رايت. جميل حلو ماشي. فانا هدخل اربع احمال على التراس، وبالتالي الساب هيطلع لي كام نورمال فورس؟ واحد يقول لك هو ايه نورمال فورس دي؟ مش هقولها خلاص يا عم، مش انا قايل لك ان التراس ده هيطلع فيه نورمال فورس بس؟ فانت اكيد كل عنصر من ال 48 عنصر دول هيطلع فيه كام قيمه للنورمال فورس؟ حد عارف كام قيمه؟ ها؟ اربعه يا ابني. ما هو كل حمل بيديك نورمال فورس، انت دخلت الديد لود، الديد لود ده هيولد لك. خلينا مثلا ناخد المنبر واحد ده، انا بحاول افهمك شويه. انا عارف ان انا ممكن يبقى في ناس قاعده دلوقتي زهقانه من شرح، بس معلش استحملني شويه. حضرتك المنبر ده عملتك اي دايره؟ ده بيطلع فيه اربعه نورمال. ليه؟ عشان في اربع حمل، لو في 50 حمل يطلع فيه 50 نورمال. اقول لك والله نتيجه الديد لود طلعت لي ان ديد، ماشي. نتيجه اللايف لود طلع لي نورمال. الويند ليفت طلع لي نورمال، الويند رايت طلع لي نورمال. فاقوم جاي سالك سؤال، اقول لك هو المنشا ده عليه ديد لود بس؟ تقول لي لا، ما هو ممكن يبقى عليه ديد وممكن يبقى عليه لايف. ايوه طيب هقول لك هو مش ممكن يجي رياح؟ ممكن. الرياح دي ممكن تبقى يمين؟ اه. الرياح دي ممكن تبقى شمال؟ اه. طيب اقول لك يا باشمهندس، هو انا دلوقتي اصمم على الديد لود بس ولا على اللايف لود ولا الديد واللايف ولا الديد واللايف والويند رايت ولا الديد واللايف والويند ليفت؟ فاقول لك احنا في كلمه انت سمعتها كتير جدا اسمها ايه؟ وانت شاطر كويس في السير، اسمها لود كومباينيشن صح؟ اه. ايه بقى موضوع اللود كومباينيشن ده يا عم الحاج؟ لود كومباينيشن ده رجاله اللي هو تجميع بقى على الاحمال. فانا هبدا اعمل كذا لود كومباينيشن، من خلال اللود كومباينيشن ده يا رجاله هجيب اللود، ها هجيب الماكسيمم لود، او انا اسف هجيب الماكسيمم لود كومباينيشن، اقصى حاله تحميل. اقصى حاله تحميل دي هلاقي ان انا بجيبها ازاي؟ يعني مثلا هلاقي ان اقصى حاله تحميل جايه نتيجه تجميع الديد واللايف والويند ليفت مثلا. يعني انا لو خدت الديد لود واللايف لود والرياح اللي هي الويند ليفت، يبقى خلاص دي اقصى حاله تحميل بالنسبه لي. او ممكن تطلع ان اقصى حمل على المنبر، اقصى نورمال فورس بتيجي من ان هي في ديد لود ولايف لود. باش مهندس اي منبر الساب هيطلع لك عليه، الساب يا شباب هيطلع لك على اي منبر؟ دقيقة واحدة. الساب يا شباب هيطلع لك على أي منبر؟ بيطلع لك أربعة نورمال فورس، ديد لود ولايف لود ويند ليفت ويند رايت. فانت يا باشمهندس حضرتك لما تيجي تشتغل على السام
فانت هتطلع اربعه نورمال فورس. هسال سيادتك هيجي لك السؤال ده في الميد تيرم، وده بقى اول يعني ده سؤال بنسبه ان شاء الله ان شاء الله بمشيئه الرحمن الرحيم بنسبه 99.99% في الميد تيرم. ده سؤال يعني. السؤال ده بيقول لك ايه؟ هيجي الدكتور يديك السؤال كده بالظبط، هيقول لك ايه؟ والله انا دخلت على كتاب لممبر معين حليته فطلع لي كتاب اربعه نورمال فورس. نتيجه الديد لود كان موجب 8 طن، فهنا بقى موجب دي تعني شد حلو، وسالب تعني ضغط. الموجب تعني شد والسالب يعني ضغط، ونتيجه اللايف لود جاب لنا موجب 10، والويند ليفت لما عملنا حملنا عليه الويند رايت دي انا اسف جاب لنا سالب 3، ولما حملنا عليه الويند ليفت يا شباب جاب لنا موجب 2. الراجل ده بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لي يا عم الحاج تعرف تقول لي ديزاين فورس؟ هو يعني ايه اصلا ديزاين فورس يا عم الحاج؟ الديزاين فورس ديت يعني هو انت هتصمم على مين فيهم؟ يعني انت هتصمم على الثمانيه ولا تصمم على 10 ولا السالب 3 ولا الموجب 2 ولا انت هتصمم على ال 18 ولا يعني من الاخر كده هو مين يا ترى؟ ايه اللود كومبينيشن اللي هيديني اقصى حاجه؟ فتقوم سيادتك عامل الجدول ده، تقوم جاي راسم جدول. الجدول ده يا رجاله فيه خلي بالك حالتين، حاله اسمها كيس 1 وكيس 1. دي يعني ايه؟ على فكره مش احنا قلنا وانا بشرح لكم اللود يا رجاله فاكرين مش قسمنا الاحمال لاحمال اساسيه واحمال ثانويه؟ اه فاكرين بقى لما قلت لك ان الاحمال الاساسيه اللي هي تتمثل في الديد لود صح؟ واللايف لود والكرين والدايناميك افكت او اللي سميناها الامباكت صح؟ طب فاكر لما قلت لك في احمال ثانويه؟ اه قلت لك ايه الاحمال الثانويه؟ الويند والايرث كويك والبريكنج فورس واللاترال شوك. احنا قلنا ان احنا عندنا ديد لود ولايف لود احمال اساسيه، والويند ده حمل ثانوي. لو اللي عندك يا باشمهندس الاحمال الاساسيه هنبدا نجمع الديد واللايف ماشي. الكيس الثانيه اللي هي كيس 2 دي بقى اللي احمال ثانويه، هنبدا نجمع الديد لود واللايف لود وناخد مره معاهم الويند رايت، وبعدين نعمل ديد لود ولايف لود وويند ليفت، وبعدين نشيل اللايف فناخد الديد لود مع الويند رايت وناخد الديد لود مع الويند ليفت. طيب هو واحد هيقول لي يا باشمهندس هو الجدول ده شكله هيختلف؟ لا خالص، الجدول ده حضرتك مش هيختلف نهائي يا باشمهندس، الجدول ده شكله ثابت. اللي بيختلف القيم. هتقول لي طب وانت ليه خليت القيم تختلف؟ اقول لك يا ابني ما انا مديك هنا موجب 8 موجب 10 سالب 3 موجب 2. ابدا بقى يا باشا طبق لي الجدول ده. في خانه هنا يمكن انا ما كلمتكش عنها اللي هي دي، سيبها دلوقتي كانك مش شايفها مالكش دعوه بيها خالص. طيب انا يهمني ان في كيس 1 ما فيهاش غير حاله واحده بس ديد ولايف، الكيس 2 فيها اربع حالات، ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه. خد بالك كيس واحد يبقى هي ديد لود ولايف لود، 8 و10 كام؟ 8 و10 18. سيبك من العمود الثاني دلوقتي، خلينا بقى نروح لكيس 2 جواها كام حاله؟ اربعه. اول واحده يلا جمع معايا كده 8 و10 ويند ليفت وموجب 2 يبقى كام؟ 20. انا اسف الاول ديد ولايف ويند رايت، 8 و10 كام؟ 18 وسالب 3 يبقى 15. طيب 8 و10 وموجب 2 يبقى 20. تعالى بقى ناخد الديد والويند رايت، الديد كام؟ 8. الويند رايت كام يا رجاله؟ سالب 3 يبقى هيدينا كام؟ 5. الويند او الديد والويند ليفت الديد كام يا عم الحاج؟ الديد 8. طب الويند ليفت كام؟ 2. 8 و2 كام؟ 10. حلو، خد بالك بقى وفتح عينيك كده معايا وركز كويس. وانس احنا فهمنا شويه يعني ايه الحاله دي، بس خد بالك دول ايه؟ دول كلهم كده كيس 2 صح؟ كيس 2 يا رجاله يعني في حمل ثانوي هنا، حمل ثانوي. طيب امال ده حمل ايه ده؟ ده حمل اساسي او رئيسي يعني. اكيد ثواني يعني حمل اساسي صح؟ حلو. هو انا ينفع يا باشمهندس اقول اقارن الحمل الاساسي بالحمل الثانوي؟ قال لك لا، الكود قال لك لو هتبدا تقارن اساسي بثانوي فبيقول لك ان الحمل الثانوي ده يا باشمهندس بيزيد، او لما يبقى في احمال ثانويه عند حضرتك واحمال اساسيه فالكود بيقول لك ان في حاله وجود احمال ثانويه بتؤثر على المنشا الاجهاد بيزيد بنسبه 20%، الاجهاد المسموح به بيزيد بنسبه 20%. من الاخر من الاخر يعني انا بس مش عايز ادخلك في الحته المكلكعه دي، انا عايز اجيبها لك على بلاطه كده بالبلدي يعني. لا عشان نقارن اساسي بثانوي يبقى لازم الثانوي ده وانا اسف الاساسي تزوده بنسبه 20% او تقلل الثانوي بنسبه 20%. مش فاهمين اقولها تاني. احنا من الاخر في احمال اساسيه وفي احمال ثانويه، الديد واللايف اساسي
ولو بصيت على الكيس 2 اللي هي احمال سنويه داخل فيها حمل سنوي، علشان يبقى في اساسي وسنوي ما ينفعش اقارنهم ببعض كده. الكود بيديني كده ايه، بينخذني فبيقول لك خد بالك، عشان الاثنين ده هم يبصوا لبعض او ينفع نقول ان الاثنين دول نقارنهم ببعض، في قدامك حاجه من الاثنين، يا تزود الاساس 20% ها، يا تقلل الثانوي 20%. فانا هنا للسهوله قمت عامل بقى العمود الثاني اللي انا من شويه ما تبصش عليه يا عم، هتلاقي ان انا عملت هنا بص كده، انا قمت واخد الحمل ده اللي هنا ده وقمت ضربته في واحد واثنين، يعني انا زودته 20%، زودت القيمه بتاعته ب 20% كمان، فبقى 21 و6. حلو، يقول لك يا باشمهندس طب انت دلوقتي برضو انا مش عارف اصمم على انهي رقم من الست ارقام دول يا عم، اقول لك تعال شايف الرقم ده، اه قارنه بقى باكبر رقم في الاربعه دول، الاربعه دول يا رجاله مين اكبر واحد فيهم؟ ال 20. خد بقى ال 20 ده يا عم الحاج لو سمحت كده، وروح قارنه بالرقم هنا، مين الاكبر؟ الرقم ده الاكبر. حلو، لو كان الرقم اللي في الخانه دي يا باشمهندس الخانه الثانيه دي الاكبر، يبقى الديزاين فورس او القوه اللي انت هتصمم عليها هي الفورس اللي جايه من كيس 1، يبقى الكيس 1 هي اللي كسبانه، يبقى اذا الاف ديزاين بتاعتك هي 1 18 طن كيس 1. طيب ما فهمناش هنا قوي، مش مشكله، كده كده انا عامل 3 اسئله او 4 مسائل، تعال نجرب في الثانيه ونفهم يا عم. الثانيه الراجل قام قايل لك بص كده، اديت 13 موجبه، واللايف موجب 20، الويند رايت موجب 12، الويند ليفت سالب 5. الجدول انا قايل لك ان هو مش هيتغير، ها الجدول شكله مش هيتغير اهو، الجدول شكله مش هيتغير اهو، يبقى انت حضرتك دلوقتي خلاص الشكل ثابت، انت بس بتعمل عمليات حسابيه، يعني انت ايه تجيب عيل كده بربع جنيه قول له يا ابني تعالى اعمل الكلام ده، اديت كام واللايف كام؟ اديت 13 واللايف 20، يبقى انت ايه 33، اضربهم في واحد واثنين، انت بقى دلوقتي فهمت ان انا بضرب في واحد واثنين عشان ازوده كام؟ ها 20%. وبعدين جمع بقى جمع، مش مهندس آه انا هقارن مين بمين؟ الرقم ده انا ما بقارنش الرقم الاولاني ماليش دعوه بيه، طب دول كام رقم يا عم قدامك؟ ظاهرين 4، مين اكبر واحد فيهم يا شباب في الاربعه دول؟ ها ال 45، تاخد ال 45 تقارنها بمين؟ بال 33؟ اقول لك غلط، انت بتقارنها بالرقم اللي في السنه الثانيه، مين الاكبر يا عم؟ 45. يبقى انت مفروض مين الكبير اللي طالع؟ 45. ال 45 دي كيس 1 ولا كيس 2؟ كيس 2، يبقى الفورس 45 كيس 2. ما فهمناش، ماشي يا عم تعالى نشوف الثالثه يا باشمهندس، لو انت ما فهمتش دي تعالى ندخل كده في الثالثه ونشوف يلا. ها في الحاله الثالثه يا رجاله تعالى بقى نشوف الكيس الثالثه كده ونحاول نفهم يا عم. الكيس الثالث قال لك الديد 5 موجب 8 سالب 8 سالب 4، لما عملنا الاحتمالات فده طلع 15 و6 ارقام بقى. هنا بقى يا عم الحاج لقيت فيه مشكله شويه، ايه هي؟ حد عارف لما جيت اجمع لقيت ان الديد لود واللايف هم مجموعهم 13، لما جمعتهم على الويند رايت فطلع كام؟ على الويند رايت طلع موجب 5، لما جمعتهم على الويند ليفت طلع موجب 9، لما جيت اعمل ديد لود زائد الويند رايت طلع سالب 3. ليه؟ عشان الديد 5 والويند سالب 8، ولما جيت اخد الديد لود زائد الويند ريفت طلعت موجب 1. بس مهندس هنا موجب 5 موجب 9 سالب 3 1، تقوم حضرتك جاي لما انت قلت لنا ان احنا بناخد اكبر رقم هنا ونقارنه بالخانه الثانيه، فانا هتقول لي هنا يا باشمهندس ده هنا في موجب وسالب، اقول لك سيبك من السالب دلوقتي كأن السالب دي مش شايفها، انت في كام رقم موجب هنا؟ 3، اكبر واحد فيهم مين؟ التسعه، خدنا التسعه هتقارنها بمين؟ ب 15 و6، مين الكبير فيهم؟ ال 15 و6، يبقى كيس 1 هي اللي كسبانه يا باشمهندس صح، يبقى الفورس بتاعتك موجب 13 كيس 1. هتقول لي بس في رقم انت كنت قايل لي سيبه، اقول لك اه مين؟ سالب 3. خلاص سالب 3 دي تقوم سيادتك واخدها هنا كده زي ما هي وتحطها، يبقى اذا العنصر ده هيبقى معرض اثنين ديزاين فورس، يا اما موجب 13 كيس 1 يا اما سالب 3 جايه من كيس 2. اتمنى دي تكون واضحه كويس قوي. هنا ما كانش فيه في اول مسالتين يا رجاله ما كانش فيه هنا اشارات، بص كده معلش برضه الحته دي شد حته مهمه شويه. حضرتك في اول مسالتين لو هو فصل هنا هندخل تاني يا شباب معلش. اول مسالتين ما كانش فيه اختلاف خالص.
بص كده كانت اشاره موحده، دي في اختلاف اشاره، فده عشان موجب هنقارنه باكبر موجب وناخد اكبر رقم في السالب هنا. الحاله الاخيره يا شباب اللي هي فيها سالب زي ما حضرتك شايف 4 حالات، جينا بقى تجمع هنا فحضرتك عوضت. الاشاره السالب يا شباب لا تعني الا ان هو ده كومبريشن، يعني كل الحالات بتاعتنا كومبريشن، بس الراجل ده بيقول لك الرقم ده 3 و6 في السالب، مين اكبر واحد في السالب هنا؟ 4. هتقارن الاربعه بال3 و6 فتلاقي ان الاربعه هي الاكبر، يبقى الفورس بتاعتك هي موجب او سالب 4 كيس 2. هتقول لي ما يا عم الحاج الكبير هو سالب 1.5 مش السالب الصغير هو الكبير، اقول لك يا ابني السالب ديت مش رياضه، السالب دهيت تعني كومبريشن، يعني انا يهمني القيمه الاشاره فقط لا غير، هي تنشن ولا كومبريشن.